تعالوا نحب النبي، تعالوا أحكي لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس بيقول: قابلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عندي 12 سنة فحضنني وقال في أذني: اللهم فقهه في الدين. عبد الله بن عباس بيقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عندي 13 سنة، والله ما زلت أذكر حضن النبي ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار عبد الله بن عباس أفقه الناس علماً.